السلام عليكم، خلينا نحل اليوم الفهم والتحليل. السؤال الأول، لما عد جلالة الملك عبد الله الثاني يوم الاستقلال يوما مباركا؟ الجواب، بسبب استقلال الوطن وتحرير إرادة الإنسان الأردني. السؤال الثاني، اقرأ الفقرة الثانية ثم أجب عن ما يلي. الفقرة الثانية طبعا بالنص، من هو جد المؤسس؟ هو الملك عبد الله الأول ابن الحسين. حين نذكر الآباء والأجداد من الرعيل الأول نشعر بالفخر والاعتزاز، فسر ذلك. الجواب هون يمس، لأنهم ساهموا في بناء الوطن على الرغم من كل التحديات التي واجهت الأردن. السؤال الثالث، لمن توجه جلالة الملك بالتهنئة المباركة في هذه المناسبة؟ إلى كل مواطن ومواطنة في هذا البلد. السؤال الرابع، كيف نجعل الاحتفال بالاستقلال حالة مستمرة؟ يكون ذلك بالعطاء والبناء والاعتماد على الذات. السؤال الخامس، مستقبل الأردن مسؤوليتنا جميعا، وضح ذلك. يدل ذلك أو دليل ذلك على أن كل واحد من الموقع الذي هو فيه من الموقع، يعني دليل أنه كل إنسان مسؤول عن الأردن في حسب الموقع اللي هو فيه. مثلا المعلم مسؤول عن الأردن بطريقة التعليم، مثلا الطبيب يقوم بواجبه ناحية المرضى أيضا، يعني يقوم مسؤوليته تجاه وطنه على أكمل وجه. هي معناها كل واحد من الموقع الذي هو فيه. السؤال السادس، الثورة العربية الكبرى ذات رسالة عظيمة، ما هي رسالتها؟ هو تحرير الأمة وتوحيدها. ب، ماذا يترتب على هذه الرسالة بالنسبة للأردن؟ الجواب، سيظل الأردن منتميا لأمته العربية والإسلامية، وسيظل قائما بواجبه تجاه القضية العربية الإسلامية. جيم، ثمة عاملان يفرضان على الأردن أن يكون أول من يتصدى الدفاع عن العرب والمسلمين، أذكرهما. أول شيء، العامل الأول، انتساب الوطن للثورة العربية الكبرى. العامل الثاني، انتساب قيادته إلى الدوحة النبوية الشريفة. السؤال السابع، ما بدي جاوبه يمس. السؤال الثامن، ما مصدر قوة الأردن كما يراها جلالة الملك؟ مصدر القوة هو الحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة. ما المقصود بالتنمية الشاملة؟ هي تعزيز قوة الأردن على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية. السؤال العاشر، يقول جلالة الملك، الأردن لا يمكن أن ينسى وحدة الدم والهدف والمصير مع الأشقاء الفلسطينيين، وضح ذلك. النقطة الأولى، وحدة الضفتين، الضفة الشرقية مع الضفة الغربية، أصبحت كأنها ضفة واحدة. النقطة الثانية، وقوفنا إلى جانب الفلسطينيين، ندعمهم دائما دينيا واقتصاديا واجتماعيا. النقطة الثالثة، استقبال اللاجئين الفلسطينيين. سؤال 11، ما بدي، أو 12 بديش إياه.